بغيتي تخلص والماتيريال ديالي خصني ما يمشيش ليا، هما خدامين به. جا السباك وراه سمعتي فوضى عشوائي، دخل خدام في الماتيريال ديالي، خدام في الماتيريال ديالي. اللهم انا هذا واش سمعتي؟ ماشي عندي الوليدات، عندي ستاد الوليدات وسمعتي، وهو الحلفه فاش عايش الله ينصر سيدنا. سمعتي هو اللي غادي، سمعتي هو اللي غادي يشوف حالنا وحال المواطنين كاملين. الله ينصر سيدنا، الله ينصر الحق. حنا في البلاد الحق وبلاد المسلمين وبلاد سمعتي، ما سمعتي هذا الشيء، هذا راه الظلم، هذا السيد، هاد الناس هادو راه الظلم. انا هاد الناس سيدي خدمت معاهم، لقينا انا والسيد ديالي الله يولي برحمه الله، لقينا مزيان، درنا اتفاقيه، درنا البلانه، درنا سميتو المارشي، سينينا على المارشي، توافقنا على داكشي اللي كاين، غاديين حتى وصلنا يعني حتى المهم توصلنا يعني البدايه ديالو، وصلنا واحد الموديفيكاسيون. انا طلبت لهم ديك الساعه في البلانات، قلت لي غيروا البلانات راه هادشي ما خدامش، جات بيرو جديد، عاود البلانات، عاودنا الخدمه. ملي كاين موديفيكاسيون طلبتهم بالزياده، قال لي احنا ما غاديش نخسروا بعضياتنا، احنا الثقه بيناتنا، المسائل ما تخاف على والو، والله ما نضيعوا، كي ضيعنا الله يضيعنا. هاد المسائل كلها هي انا غادي معاهم بالنيه، والسيد صاحبي الله يرحمه الله هو اللي شجعني قال لي انا الا ما خلصوك هاد الناس انا نخلصك. مشينا خدمنا الكروزور شويه، دخلنا لتابلومبيت شويه، دخلنا لسميتو التريسيان، دخلنا للقبص، جبنا الفوكادر ما عطاوش ليا، جبت الفوكادر من عندي، جبت يعني خدامين الحمد لله شويه غاديين سميتو. ملي كنطلب لهم زياده هذاك الشيء زيادات، كيقول لي سير تنخر تحاسبوا معاك. انا غادي على نيتي، ما عنديش زعما شي حاجه. دخلنا للجليج، دخلنا للرخام، دخلنا لا سميتو الفينيسيون، خدم، جبنا السباق حتى هو دخل، ها هو كيهضر، يعني زعما جميع المسائل راه خدمت معاهم. وصلنا هذا العيد هذا، وجات الكوفيد بعدا، راه حبسنا في الكوفيد ورجعنا لا سميتو عاد من بعد الكوفيد رجعنا خدمنا. المهم راه هاد المسائل كلها هي دابا هاد الناس ملي كنطلبهم في العبارات كنقول لها جي جلسوا معايا المارشي، راه عطيت لكم ذاك العبار اللي عندي، راه اي عطيت لهم المارشي داكشي اللي زايد في الكروزور في القضيه ديال الرخام والقبص والجليج. دابا كنطلبهم سدوا عليا الباب، ما بقاش ها الماتيريال ديالي لداخل، ها الناس دخلوهم خدامين خدامين، وانا بقيت انا على برا. اي وجا العساس جرى عليه قال لي نديك الحبس. ملي كنهضر معاك كيقول لك حنا السلطه، هاد الناس هادو راه ولدها، ماشي هي ولدها، اما الاتفاقيه اللي بيني وبينها بين امو وبين اختو، اما لا سميتو الاخر واحد سميتو لا ولدها راه غير داخل سميتو. لا سيدي راه حنا السلطه، ملي كنهضر معاه على سميتو كيقول لي حنا السلطه، ومن بعد من هاد السلطه هذه كنعيط جا نصيبهم، قال لي الا ما مشيتيش في حالاتكم غادي نجيب لكم البوليس جدارميه من نازله. سيدي انا السبه حريفيه ديال السبه، وهذا حمادي طرشوني شد المارشي، شد المارشي توكورديتا، شد البني، شد الصباغه، شد الطنجار، شد الرخام، شد الترسيان، شد الضو، شد الزفت، شد كل شيء، هو اللي شد اسمه. وعاود قسم داك الشيء ديطاي كيعتي، عجبني انا، عجبني انا عديتو الديبي ومشى اتفق مع مول الملك، مول الملك قالوا يبدا بديت، وعطاوني لافانس وخدمت، خدمت شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور ما شديت والو. كنقول لهم فلوس، يقول لك ما كايناش، ما بلاتي صبر صبر ما كاين والو. وجا العيد الكبير خدامه غيسافروا ما خلصونا شيء، كنغوتوا ما كانش اسمو زيرونا الخدامه، ومشينا سافرنا. ملي رجعنا من العيد الكبير لقينا السيد مول الدار بدل الباب، حيد الباب اللي كان، وجاب باب اخر ركبوه، وجاب العساس جرى على العساس ديال الطاشرون ديال المقاول، جرى على العساس ديالو، جاب العساس ديالو وهو كيهددنا، قال لك اللي ما مشى في حاله غنجيب ليه لي جندار، اللي ما مشى في حاله غيمشي للحبس. وخلينا ماتيريال ديالنا، وجاب الناس اخرين، دخل الصباغ، دخل النجار، دخل مول الرخام، دخل الحداد، دخل البناي، خدامين سمعتي عشوائي، ما عندهم سمعتي ما عندهمش، خص الناس اللي خدموه خصهم يترباو ياخذوا ياخذوا اسمو ها؟ اي خص ياخذ سمعتي ياخذ الالتزام عند اسمو، عند الناس اللي خدامين.
ياخذ عندهم سمعتي الالتزام عادي ممكن يخدم. هذا سمعتي هذا فوضى، وهاد الناس اللي دخلوا خدامين فوضى، خدامين بدون ماتيريال ديالنا حنا دابا، وخلينا السلعه خلينا السلعه تما. السلام عليكم، انا خويا قباص شاد هاد الجفينات مع الخوت بجوج بنت اول. هاد الناس انا كنتسال الفلوس، باقي كنتسال الفلوس. انا خدام مع حمادي في هاد الشانطي، هو طاشرول شاد المرشي كله عطيني خدمه. انا باقي ما تخلصش، باقي كنتسال الفلوس. نادو حبسونا ما خلوناش ندخلوا، ما خلوناش ندخلوا باش نكملوا خدمتنا، وانا كنتسالوا الفلوس. دابا جابوا شي ناس اخرين دو خدامين وما خلوناش حنا ندخلوا. علاش ما بغاوش يخلصوكم؟ قال لك اسيدي ما بقاش كيتسنى، ما بغاوش يخلصونا وصافي، ما بغاوش يخلصونا، قالوا يسيروا في المعجبكم. انا شوف شانطيه خدام مع هذا السيد في هذه البلات من دون من فوق العام. ملي جات كورونا مشينا حبسنا، ملي رجعنا خدمنا ما بينا ما بينا شويه كيتسليهم الفلوس. دار سميتو دار ليهم حبسوه، قالوا لي اودي راه انت ما خدامش، باغي تاكلنا، باغي دير، باغي. ملي مشيت للعيد الكبير، ملي رجعنا من العيد الصغير مشيت للعيد الكبير، عيط ليا مول الدار قال لي ما ترجع تنعيط ليك باش تجي تخدم معايا تكمل لي هذاك الشيء. انا البنايه راه غنجري عليه. لا ودي ما يمكنش باش نخلي واحد السيد اللي كنخدم معاه وباش نجي نخدم معاك انت. خلص السيد بغى يكمل ليك مرحبا، ما بغاش راه سميتو. قال لك لا سيدي الا ما بغيتوش غنصيفطكم للحبس. خصنا نشوفوا هذا السيد واش عنده السلطه في يده ولا الله ينصر سيدنا. راه سيدنا اللي كيحكم ماشي هو. دابا جينا نهار الجمعه عيط لينا في التليفون قال لك اللي دخل الفيلا ديالي غادي نصيفطو للحبس. دابا الناس خدامين بالماتريان ديال الشركه. لك يا دابا الناس خدامين بالماتريان ديال الشركه، لا السباغ لا الكباس لا سميتو لا الخايمي لا الجلايجي لا سميتو، كله خدامين بالماتريان ديال الشركه. هادشي اللي كاين دابا راه السيده راه كتشوفو راه غير شافنا هنا وهرب. دابا راه الا بغينا نديرو الصداع راه غنجيب ليه الكيب اللي كان هنا راه غيرجع ليه هنا. راه كاينه من فوق 50 واحد غتجمع ليه هنا غادي دير ليه اسميتو. دابا كان دابا المطالب ديالنا باش يخلص الباترون ديالنا، باش الباترون ديالنا يخلصنا، يخلص الحريفيه، يخلص الكباس، يخلص السباغ، يخلص التريسيان، يخلص لا سميتو مولا الرخام. كنطلبو باش يشد لينا الحق ديالنا باش سيدي تخلص. انا اللي غير خدام راه كنسال 10,000 درهم اللي كان باقي كنسال منها. دابا راه الا جمعتهم دابا راه غتكون 50 واحد وكثر، غتكون 100 واحد. راه كل واحد كاين الخيمي عنده 10، كاين السباغ عنده شي 6، كاين سميتو البناي راه عنده شي 50 واحد، كاين مول الكبس عنده شي 12 واحد، عنده كاين التريشيان عنده 6 الناس. راه الا تجمعوا راه شله تبارك الله. راه كلشي داكشي مشى ضايع في العيد الكبير. الناس كيمشيو يعيدوا يكونوا فرحانين، حنا مشينا قهرنا. اللي كتهضر معاك يقول لك لا غنصيفطكم للحبس، قال لك غنجيب لكم جدر 100 من الرباط ولا من الزلال. خصنا نشوفوا واش هذا الحق كاين في المغرب ولا ما كاينش. العساس راه جراو لي عليه ما خلاوش، وريبوا البراركه هما راه غنوريهم لك لتحت. راه يعني ودخلوا الماتريال، هزوا الماتريال دخلوه لداخل ولا ما عرفوا لا باعوه ولا مهم. راه هادشي راه الشاف غيقولها. انا بالنسبه لي المارشي الاول يعني داك موديفيكاسيونات اللي كاينين راه شي 64 الجهه، حين جوج فيلات ولا الجهه فيها اسبيكتو ديالو 64 الجهه. مثلا 640 الف درهم للجهه، وكاينه اسميتو وكاين زيادات يعني في الرخام. انا باقي مع العبار ما عبروش معايا. انا خصني نعبر، ما يمكنليش نعطيك انا واحد الحاجه اللي ماشي اللي غنهزها على تقليدي. خصني نعبر معاهم، راه ما بغاش يخليوني، راه سدوا عليا الباب. المطالب ديالي سمعتي بغيت نتخلص، والماتيريال ديالي خصني ما يمشيش ليا،
هما خدامين فيه. جا السباق سمعتي فوضى عشوائي، دخل خدام في الماتيران ديالي، خدام في الماتيران ديالي، اللهم وين هذا مركل. واش سمعتي؟ ماشي عندي الوليدات، عندي استاد الوليدات، وسمعتي وهذا حرفه فاش عايش، الله ينصر سيدنا. سمعتي هو اللي غادي، سمعتي هو اللي غادي يشوف حالنا وحال المواطنين كاملين. الله ينصر سيدنا، الله ينصر الحق. حنا في البلاد الحق وبلاد المسلمين وبلاد، سمعتي ما سمعتي هذا الشيء، هذا راه الظلم، هذا السيد، هاد الناس هادو راه الظلم. باش نقول لك زعما لا راه كيشلوا 200 مليون ولا 100 مليون، ما نقدرش لحقاش الحسابات. ما الخدمه يخصها يجي العبار يعبر، الا ما كاينش الدوله غتصيفط العبار ديالها يعبر، وداك الشيء اللي خرج فيها راه غادي يدير، وداك الشيء اللي عاودوا كاع فاسميتو، وراه عنده ثلاثه البلانات دابا، ثلاثه البلانات اللي عاود راه بزاف عليه، ولا جوج ديور تتبناو وتريبو، وتبناو وتريبو. قال لك ما بغاوش هذيك الفصاله. دابا ملي قال لهم هاد السيده وديها كيفاش هاك كيفاش، قالوا لي علاش تقول لنا هذاك خصها غير داك الشيء، علاش تاوينا معاك النهار الاول؟ انا كنطلب الحقي من السلطه الكبيره، هو سيدنا الله ينصرو، الله يزيد بخير، يوفق ليا بهذا الشيء هذا. رانا اللهم ان هذا من كره، اي واحد كتكتب معاك كيقول لك انا السلطه، رانا عارفين والو من هذا الشيء هذا. الله يجزيكم بخير والله يوفقكم. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.